الجيش لابد من بنائه بشكل صحيح وفق أسس المؤسسة العسكرية، وهو ما تمارسه هذه اللجان المركزية من أخذ بصمات أفراد الجيش لإصدار البطائق الإلكترونية بحسب توجيهات قيادة القوات المسلحة. كل الهدف من البصمة هي تثبيت قاعدة بيانات سليمة وصحيحة وصرف البطاقة الإلكترونية المغنطة لجميع أفراد القوات المسلحة. ما يزيد عن 25,000 مجند يتوزعون على الألوية والوحدات العسكرية، ستجري مقابلاتهم لأخذ بصماتهم وربط بياناتهم مع دائرة شؤون الأفراد العامة، فيما تعد قيادة محور تعز الأولى في إنجاز عملية الربط على مستوى الجمهورية، وهي نقلة نوعية ستسهم في بناء الجيش الوطني. ضمن خطوات البناء المؤسسي كانت لجنة البصمة والصورة وتوحيد بيانات أفراد القوات المسلحة والمنضمين في محور تعز وإصدار البطاقة الإلكترونية بصورة موحدة بما يضمن حقوق الأفراد مستقبلا. تحرص قيادة الجيش على بناء ألويتها العسكرية وفق الأسس القانونية السليمة، وهو ما جعلها تحذر في بلاغ سابق من أي عمليات تجنيد ستجري خارج إطار المؤسسة العسكرية. فيما تستمر اللجنة العسكرية بأخذ بصمات أفراد الجيش لبناء المؤسسة العسكرية، لا زالت اليد الأخرى للجيش تمارس مهامها في حماية المدينة من ميليشيا الحوثي، ونحو معركة التحرير يسعى الجميع كما تقول الشواهد على الأرض. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.